أعزائي المشاهدين، تتنوع الأكلات من بلد إلى بلد، لكن هناك أكلات تغزو العالم ويكون لها شعبية. من الأكلات اللي تحظى بقاعدة كبيرة هو طبق السوشي حتى في البلدان العربية، حيث يعتبر الكثيرين طبقهم المفضل، وأصبح هناك رواد المطاعم اللي تعمل على تقديمه. وبالرغم من أن طبق السوشي متعدد الأنواع، إلا أن المكون الأساسي هو الرز، بينما يتم استخدام كثير من الحشوات والتوابل والتغطيات والخلطات اللي تتباين في طريقة خلط مكوناتها، إذ من الممكن أن تخلط بطريقة حديثة أو طرق تقليدية. الزميلة ليال رواس زارت أحد المطاعم وخرجت لنا بهذه التجربة. تعالوا نتعرف اليوم على أكلة السوشي وأنواعه، وعشان نتعرف عليه أكثر قررت أزور أحد المطاعم المتخصصة في جدة للسوشي. السوشي طبق مليان ألوان ونكهات بحرية، بدأ من عند الطبقات الفقيرة لين وصل للطبقات المتوسطة والغنية، وبعد كده توسعت حدوده من الشرق الآسيوي إلى باقي أنحاء العالم. Only one minute and three minutes man finish the roll make sushi. 15 years working in Japanese restaurant sushi. أكيد إنه طرق طبخ السوشي كثيرة، ولكن تجربتي وطريقتي اليوم مع أربعة أنواع، واللي هي الساشيمي، واللي يتكون من الرز والروبيان وفاكهة الأفوكادو، والتركيز على لف ورق النوري اللي يتكون من الطحالب البحرية المزروعة في اليابان. صراحة السوشي كل الأنواع بنحب فيها، لأنه أصلاً طبق خفيف على المعدة، وخلاص الألوان يعني خلاصة الألوان يلي على قلب الطبق بتغري العين وبتخلي الواحد يكون مبسوط وعم يأكله. والنيجيري، حطيت الرز وضفت شوية خل عشان يتماسك، وبعدها قدرت أحط عليه السلمون والتونة. التيماكي، بدأت بورق النوري وحطيت الرز، بدأت ألف إلين صار يشبه الآيس كريم، وأضفت عليه سمك التون الأحمر. قبل ما أجربه كان تفكيري فيه إنه سمك ني كيف راح أكله، وبيض مع رز، بس مع لما جربته كان شيء، غيرت رأيي طبعاً، كان شيء غير مختلف تماماً، وصرت أنصح الأصدقاء إنهم يتناولونه يذوقونه يجربون هذه التجربة. سوشي وجبة خفيفة جيدة، أحبها أنا طبعاً، أجي أكثر الأحيان أكل سوشي في المطعم هذا، فآخر مرة أكلتها تقريباً قبل أسبوع. سلمون ساشيمي، لازم ننتبه على طريقة التقطيع وما تكون شرائح السلمون مرة رفيعة ومتساوية، وممكن يكون لونه أبيض أو أحمر، وبعد كده نكمل تزيينه بالجزر. شفت في اليوتيوب الطريقة بس ما زبطت معايا، حاولت كذا مرة بس إن شاء الله حجرب مرة ثانية وإن شاء الله تزبط. أيوة أشوفها مفيدة وبنفس الوقت خفيفة على المعدة، وتحتوي على عناصر أمينية وفيها زيت الأوميجا 3. واللي يعطي السوشي ميزة عن غيره من الأكلات هو الإتيكيت وقواعد الأكل، اللي تبدأ من تدرج الألوان والنكهات الحادة إلى مسكة الأعواد. وتقديراً للإتيكيت الياباني، حلو إنك تستخدم الأعواد اللي هي الشوبستيكس، بس إذا ما عرفت ما يمنع إنك تستخدم أصابعك.
قصتنا ما انتهت، وحلو إنه نحن نلف العالم ونجرب أشياء جديدة ومختلفة، وهي دي رحلتي. أنت متى تبدأ رحلتك؟ لقناة اقرأ ليال رواس جدة.